أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم الاستمناء. الاستمناء حرام لا يجوز. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء وراء ذلك، وراء الزوجة وملك اليمين، غير الزوجة وملك اليمين، فهو حرام. نعم، لا يجوز الاستمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليمين.